هو في الاتحاد كان بعت لنا ان في ضمن الجدول في توقف بين لمسابقه 2006 من 15/10 ل 15/11، فالاتحاد استغل فتره التوقف دي وعمل مسابقه كاس مصر لاول مره ل 2006 ديت في خلال فتره التوقف ومن غير اللعيبه الدوليين اللي هي مختارينها من الانديه. هم 16 فرقه، عملوا اربع مجموعات، كل مجموعه اربع فرق، وعاملين دوري من دور واحد. هياخدوا بعد كده الاول من كل مجموعه اربع فرق، يعملوا لقاء بين كل فرقتين وبعض، والفائز من هنا يلعب الفائز من هنا على النهائي. يعني النهارده بنلعب مباراه في كاس مصر، الاتحاد نظم بطوله الكاس في توقف منتخب 2006. يعني تجربه جميله، يعني احتكاك للولاد اللي هم ما بيحالفهمش الحظ ان هم ينزلوا في الماتشات بتاعه الدوري. الحمد لله تجربه كويسه، هي تعادل بالنسبه لينا احنا كنتيجه مش ايجابيه، ولكن طبعا عندنا اكتر من لاعب في المنتخب، اربع لاعبين في المنتخب، ولكن اللي موجود طبعا يسدوا بلغه الكوره يعني، وكانوا رجاله يعني بصراحه. كل ماتشاتنا حتى في الدوري بنعتبرها كؤوس، يعني احنا الانتاج بتروجيت ايا الاسم كلهم طبعا انديه محترمه، استعداداتنا كلها واحد، يعني احنا كل الفرق بنهتم بيها. الحمد لله، يعني احنا بقالنا اكتر من اسبوع شغالين على مباراه انبي فريق كبير، فكنا بنستعد استعداد خاص، وخصوصا في الهجمات المرتدة اللي بتبقى علينا اللي بتواجهنا بشكل صعب جدا. كابتن عبد الواحد اسم كبير وراجل يعني خبرة بنستفيد منه كتير جدا 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 في شغلنا، وخصوصا هو بيدينا ثقة كبيرة. يعني بإذن الله أنا معايا حارسين على أعلى مستوى، أحمد جمال ورياض إبراهيم، حارسين ممتازين، وإن شاء الله بنقدمهم للفريق الأول بإذن الله. الحمد لله على كل حاجة، وكنا نطمع في المكسب والله النهاردة، بس الحمد لله لسه بدري ولسه ماتشين كمان وهنصعد إن شاء الله أول. قول لي بقى كابتن بوكس شغال معاك ازاي عشان تظهر بالمستوى الحلو اللي انتظرت بيه النهارده؟ والله بيتعب معانا جدا انا ورياض، ومجهود باين، وحتى باين في الماتش وواقفين على رجلينا. كابتن سيد حنفي مدرب جامد قوي وعالي قوي، فان شاء الله هركز وناخد البطوله ان شاء الله. نسالك العالمين بقى حراس الزمالك. عوال انا دايما لما بنزل الماتش بكون حاسس ان انا هعمل حاجه في الماتش، وده طبعا كابتن سيد بيكلمنا فيه ان احنا ننزل نكون واثقين ان احنا هنكسب، بس ان شاء الله يعني كنا المفروض نجتهد شويه، بس يعني ربنا الحمد لله ان شاء الله اللي جاي احسن. يعني زاد يمكن الحس النهارده ان كابتن سيد عامل طريقه لعب بنيه عليك، ان انت دايما بتبقى محطه بتفضل الاجنحه اللي جايه وبتفضل اللي جاي من النص، اتكلمته بعمل اللي كابتن سيد قال لي عليه يعني بشكل كويس عملته، وبشكل يعني عملت اللي قال لي عليه بنسبه كبيره وبنسبه صغيره لا يعني، بس ان شاء الله الماتشات اللي جايه هثبت ده للكابتن سيد. بيتكلم معاك ان انت تبقى محطه وتفضل اللي جاي من تحت، وكان بيقول لنا يعني بين الماتشات بين في الماتش هو هيقرا الماتش شو يكون عامل ازاي ويكلمنا في الماتش بالاشارات وكده. النهارده ربنا ما وفقناش، ما قدرناش نجيب المكسب، بس ان شاء الله نعوض في الماتشات الجايه. ده مش الدوري، ده كاس، فيعني باذن الله الظروف هتبقى معانا الماتشات الجايه، ونكسب ونصعد اول ان شاء الله وناخد البطوله باذن الله. احنا كنا المفروض نكسب، انا شايف ان احنا كنا احسن بصراحه. هم راحوا تقريبا هي الهجمه اللي في اول ماتش، بعدين هجمه في الشوط الثاني، بس احنا كنا معظم الماتش احنا اللي ماسكين الكوره والاستحواذ معانا، واحنا بنعمل الهجمات الخطيره، بس ربنا ما كانش موفقنا.